رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض بكل التفاصيل المشوكولا وقدمناه بطريقتين مختلفين، ويا رب كده تقوموا تعملوه ويعجبكم ويكون بسيط سهل لذيذ لان ما فيهوش مكونات كتير، واعتقد ان مش مكلف خالص لان البوله الواحده الصغيره اللي انا عملتها دي بتاكلها بالشيء الفلاني. فاحنا دايما بنعمل لكم الحاجات اللي بتاكلوها غاليه بره واحنا بنعملها هنا بمنتهى البساطه. تعالوا بقى نعمل الكوكيز، وانا هعمله بطريقتين. طريقه الكوكيز الكبير اللي هو بيبقى مدور كبير كده اللي بنلاقيه دايما في الاماكن اللي بنشتري منها حاجتنا، عشان خاطر لو اطفالنا حبوا ياخدوه كده نغلفه ويديه لهم، او هنعمله صغير بالشوكولاته. الطريقتين هنعملهم بنفس المقادير، بنفس المقادير. هقول لكم تعملوا ايه بالظبط. اول حاجه هنجيب بوله صغيره اهي، وناخد منها معلقه واحده، معلقه واحده من الدقيق قبل ما نشتغل. عند المقادير بتاعتنا زي ما هي ظاهره قدامكم على الشاشه، المقادير زي ما هي ظاهره على الشاشه، كوبايه من الزبده بدرجه حراره المطبخ، كوبايه من السكر البني، وكمان ثلاث بيضات، معلقه فانيليا، وعندنا ثلاث كوبايات من الدقيق، كوبايه ونص من الشوكولاته الشيبس الصغيره، ومعلقه من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، وبنجمله بالسكر الباودر او الكاكاو زي ما تحبوا. انا اول حاجه عملتها اهو، خدت معلقه من الدقيق خليتها على جنب، شايفينها؟ معلقه من الدقيق اهي خليتها على جنب، تمام؟ ليه بقى؟ هنشوف هنعمل ايه، لان انا هزود في النص التاني كاكاو، هزود في النص التاني كاكاو. نيجي هنا اول حاجه قبل ما نبدا في اي حاجه كده، ناخد البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، وناخد كمان البيكنج باودر، نحطهم مع بعض كده ونخلطهم، تمام كده، حلو قوي. بعد ما بنخلطهم مع بعض الخلطه دي علشان خاطر يبقى كله متجانس مع بعضه، لازم نخلط كويس قوي، او نجيب مصفى نحطهم يعني نعمله بالمصفى السلك ننخلهم يعني، تمام كده اهو. هنرفع بسم الله، وهنحط الزبده لوحدها كده مع السكر البني، كوبايه وكوبايه، يعني 200 جرام و200 جرام. انا بس بقول لكم بالموازين وبقول لكم اهو، شايفين؟ سكر البني مع الزبده، تمام التمام. هننزل بيه ونشغل ببطء خالص، نفضل مشغلين بالبطء ده لغايه ما الزبده كلها تدوب مع السكر. يعني ايه تدوب؟ يعني الزبده ما نلاقيهاش خالص بكتل كده، نلاقيها عباره عن كتله واحده او بدات تتجانس مع السكر. اول ما بيحصل كده هبدا انزل البيض بيضه ورا بيضه. يعني انا لو انا زودت عمليه التقليب يعني كله هيتنطور بره، وانا مش عايز حاجه تتنطور بره ويبقى معانا كده زي الفل. بس حاجه طبعا امسح حواليها كده عشان ما يبقاش في حاجه حواليها، وبعدين بالراحه. شايفين؟ بدا السكر البني يختلط شويه بشويه مع الزبده. مش عايز اضيع منكم اي معلومه، علشان كده انا سايبها تشتغل براحتها، وشايف كمان البيض بتاعنا لما نحطه يختلط معاه بمنتهى البساطه، تمام. كنا ان شاء الله عملنا لكم الاسبوع اللي فات، او انتوا طلبتوا مننا نوع من انواع الكوكيز، فاحنا هنعمل نوعين دلوقتي علشان خاطر انتوا عارفين ان طلباتكم اوامر، يعني احنا لازم نلبي كل طلباتكم. هنشتغل، وطبعا زي ما قلت انا هعمله بطريقتين، طريقه كبيره مدور كده وطريقه تانية صغيره. اللي حابب يعمل ده يعمله، حتى لو من العجينه البيضه لو حابين تعمله صغير برضه ما فيش مشكله، ولكن انا دايما قريب قوي شفت اماكن كده مشهوره بتقدم الكوكيز كده، علشان خاطر الاطفال بيحبوا الكوكيز بالطريقه دي، ياخدوا معاهم واحده، كمان حضراتكم في الشغل تاخدوا معاكم، ما فيش مشكله خالص. بزود السرعه سنه بقى، لما بدا بالفعل الزبده تختلط مع السكر علشان كله يتجانس مع بعض، ونسيبه ياخد وقته، انا مش مستعجل خالص. علشان كده قلت لكم ان اهم حاجه، اهم من ان انا اطلع منتج كويس، ان انا اعمل بالطرق الصح. يعني لما اعمل الحاجه بالطريقه الصح هتطلع معايا صح الصح بالراحه خالص. وبعدين الكوكيز مش عايز مواضيع كتير. حد كان سالني بالفعل، انا عملت الكوكيز وفرش معايا ولزق في بعضه، حاجه من الاثنين، يا الزبده كتير يا السكر كتير، يا الزبده كتير يا السكر كتير، تمام كده، يا اما مقادير الدقيق قليله، يعني ده او ده او ده يخلي الكوكيز بتاعنا يفرش
فلازم اما بنقول على مقادير يا جماعه بيبقى احنا مجربينها مره واثنين وثلاثه وعارفين ان احنا مقاديرنا ان شاء الله تطلع صح. لا ما تزودوش بقى سكر عشان كوبايه سكر قليله، لا احط كوبايه ونص، تقوم بقى فرشه معاكم وتقولوا الشيف يصل اللي عمل كده، لا خالص اعملوا بالمقادير تطلع معاكم حلوه. وبرده لو حسيت ان السكر قليل عايزين تزودوا شويه سكر بعد ما يستوي معانا ساعه التقديم ممكن نحطه على وشه شوكولاته، ما فيهاش حاجه خالص. شفتوا بقى الخليط عمل ايه؟ بدا يتجانس معانا، هزود السرعه وانا مش قلقان اهو. ونيجي دلوقتي بقى نعمل حاجه بسيطه، نجيب بس سلاتوله ونعمل ايه، نبطل خالص ونرفع وننزل الزبده مع السكر دي علشان كله يختلط مع بعض اهو، ما يبقاش في حته فيها سكر وحته ما فيهاش، تمام كده. برضو الحاجات دي لازم تعرفوها علشان خاطر يبقى معاكم كل تفاصيل الصنعه زي ما بنقول اهو. ونرجع عشان تعملوا الحاجه صح، نزود تاني السرعه ما تخافوش بقى. واحنا بنزود السرعه كده هنعمل ايه؟ هنيجي بالراحه ونقوم واخدين معانا حاطين بيضه واحده الاول اهي، ونستنى عليها شويه ونيجي بالراحه برضو بحروف حرف الاسباتولا ننزل الزيادات الموجوده، نزود السرعه. انا زودت السرعه ليه بقى؟ علشان قوه العجان نفسه تدفع الزبده مع السكر تخليه يجي في النص. هزود كمان بيضه يبقى فاضل كمان واحده. شايفين الخليط بقى سائل شويه اهو، من تاثير طبعا السائل اللي احنا حطيناه اللي هو ايه البيض. تمام، نيجي نعمل ايه بقى الحركه دي تاني؟ معلش سامحونا، انا عارف ان انا خدت وقتكم بس ده الصح اللي انا بقوله، ده الاساس بتاع اي حاجه انتوا عايزين تعملوها تطلع معاكم صح. تمام، نقلب بقى، انا بقلب الحروف كلها علشان ما يبقاش فيها زي ما قلنا حاجه لازقه معايا او ما خدتش السكر معانا. ونيجي بقى نقوم اخر مره دي بقى هنضيف بس بعد شويه البيضه الاخيره لغايه ما تتشرب البيضه مع السكر والزبده اهو. شايفين بدا كله يتشرب اهو، انا مش قلقان خالص، احط البيضه الاخيره وتتشربها. تمام، تفضل معاه كمان زي ما قلنا شويه صغيرين كده اهو. وطبعا دايما لازم ننظف حوالينا، تمام كده. خلاص كده كله اختلط مع بعضه، هنفصل ونحط الدقيق دفعه واحده اللي هو عليه البيكنج صودا وعليه البيكنج باودر اهو. بس قبل ما نحط الدقيق معلش سامحونا هنحط الفانيليا عشان ما انساهاش، ونشغل كمان ثواني مع البيض، لازم مع البيض تبقى في الاول، تمام كده اهو. اتخفقت معاها، هنرفع تاني وبعدين نحط كل الخليط بتاع الدقيق اللي عليه الكربوناتو وعليه كمان البيكنج باودر، وننزل بالراحه كده ونشغل ببطء بقى عشان الدقيق اهو، علشان انا لو شغلت بسرعه عاليه كل الدقيق هيخرج هنا بره العجان بتاعنا. مع بعض بالراحه خالص واحده واحده، شايفين اهي بدات تلم معايا العجينه بالطريقه اللي انا عايزها. ازود السرعه بقى شويه انا مش قلقان، وارجع كده احط عليها الشوكولاته الشيبسي بالراحه، كله يختلط مع بعضه. اسهل عجينه للكوكيز ممكن تعملوها، اسهل واحلى عجينه. تعالوا مع بعض نجيب بوله صغيره اهو. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. عشان انا هاجي هنا واجيب اسباتولا واخد نص الكميه او اكتر من نص الكميه شويه بعد ما اختلطت معانا كده. حلو قوي كده، بس كده هنرفع العجين بتاعتي اهي، شايفين مع الشوكولاته. طيب انا هعمل دلوقتي هاخد شويه اعملهم بالكاكاو، ولكن زي ما بقول لكم دايما لو انا عايز اشيل قطع الشوكولاته الموجوده ليه شوكولاته الشيبس واحط اي نوع من المكسرات زي ما انا عامل في اللي عندي، بحط شويه عين جمل، بحط شويه من اللي انا عايزه، مفيش اي مشكله خالص. انا برفع
كميه اهي من العجين بتاعنا، بعد ما خدت نص الكميه او اخد نص الكميه، وبعدين هاجي على الباقي ده اهو، نحط بقى شويه من الكاكاو اللي انا قلت لكم عشان نعمله بالشوكولاته اهو، شويه من الكاكاو، ونرجع نقلب تاني. بسم الله، هتلاقوه اتغير اللون وخد اللون اللي انا عايزه. طيب لو انا لقيت العجينه هنا بدات تبقى ناشفه زياده عن اللزوم، ممكن احط معلقه لبن او احط نقطتين من الميه، تمام؟ عش بس اللبن هيكون اغنى يعني، ازود السرعه شويه. كل حاجه قدامكم، انا ما بعملش حاجه من وراكم خالص خالص خالص، بس انا شايف ان العجينه مناسبه. بس هعمل ايه بقى؟ هرفع تاني اخر رفعه وننزل كل ده اهو اهو، شايف يا ياسر؟ اهو تمام. ونجيب كده كل الخليط ونقول بسم الله. اخر بقى عجنه او اخر قطعه هنعملها، نزود السرعه ما تقلقوش بقى. تمام كده اهو، حلوه قوي كده، خلصنا كل حاجتنا، فاضل اخر مرحله. اخر مرحله هنعملها اللي هي نقفل بقى كده. زي ما قلت لكم لو حسيت ان العجينه ناشفه اهي بايدي احط شويه من اللبن، لكن انا مش محتاج العجينه كويسه قوي. هنرجع تاني نجيب بقى معلقه او سباتولا علشان ننزل كل الحاجات بتاعتي، المقادير في هنا في العجان، واقول لكم نغرف باي طريقه انتوا عايزينها. لو عايزين تعملوه كور صغيره اهو، او كور كبيره. لو عايزين كور كبيره هنعمل ازاي؟ هقول لكم حالا اهو. تمام، الكور الكبيره اللي هنعملها عباره عن معلقه بتاعت الايس كريم اهي، ناخد قطعه تمام اهي، ده اللي هي بتبقى بس مشهوره دايما في الاماكن الكبيره اهو، شايفين؟ وبنزل بالراحه خالص. طب انا ما عنديش المعلقه بتاعت الايس كريم يا شيف يسر، انت هتقول لنا على حاجات كده مش موجوده عننا، هنعمل ايه؟ خد يا محمد من فضلك، شكرا. هناخد قطعه كبيره بايد اهي، بايدي، وبعملها كوره كبيره بالحجم ده واحطها هنا اهي، شايفينها؟ كوره كبيره هي دي، واخدها بس اعمل مسافات كبيره متباعده، اعمل كبير مسافات بين الاثنين كبيره ومتباعده، عشان هي طبعا بتفرش شويه تطلع معانا زي ما بقول لكم كده احلى كوكيز تاكلوه، شايفين؟ ده بقى عشان لو خدتوه معاكم في الشغل او كمان تودوه الاطفال ياخدوهم تليفونهم وياخدوه في المدارس، حلو قوي. هكمل ده لان ده كميه صغيره اهي، والباقي هنعمل كور صغيره. طبعا انا بعمله كده بايدي لان لا عنديش طبعا معلقه الايس كريم ومش عايز اعقد الدنيا، بس انا بقول لكم يعني الطريقه اللي هي المثاليه علشان يطلع كل واحده قد الثانيه اهو. تمام، بصوا بقى اخر واحده اهي. تمام، لو انا هعمل الكميه كلها ابيض كده هتملى معايا الصاج بتاعنا ده. تعالوا بقى نعمل البني في نفس الصاج. اه في نفس الصاج، ما تخافوش. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب قطع صغيره من مش كبيره، شايفين؟ في حجم قطعه عين الجمل، عين الجمل اللي هي بقشرها، نحط جنبهم كده بقى ونملى كل الصاج بتاعنا، حلو قوي. انا عارف طبعا ان حضراتكم هتقوموا تعملوا الحاجات دي دلوقتي، وان شاء الله تطلع معاكم بنفس الطريقه، بس رجاء لا تزودوا السكر ولا تزودوا كميه الزبده ولا تقللوا من كميه الدقيق. كل حاجه بنعملها قدامكم بمنتهى البساطه، حاجه لذيذه سهله، وخصوصا احنا قلنا ان في مدارس اليومين دول طبعا لو حابين تدوا لهم من البني او من الابيض مفيش مشكله، بس انا حبيت اوريكم طريقتين بمنتهى السهوله من نفس العجينه من نفس المقادير للكوكيز بتاعنا، يبقى حلو قوي، لازم تجربوه، لان ده من الحاجات الجميله اللي دايما لما بنروح مثلا نشرب قهوه بيقدموا لنا وحده كوكيز مثلا او حته براونيز مع القهوه بتاعتنا، ففي منتهى الجمال. خلاص كده عملنا مع بعض الكوكيز اهو، بناخد كده، شايفين المسافات بتبقى بعيده علشان براحتها تستوي وتفرش براحتها وتطلع صح. تمام، الله ينور. هنملى الصينيه خلاص ولا ناخد الفاصل زي ما تحبوا؟ يعني انا مش عايز اضيع وقتكم واحنا بنملى الصينيه مع بعض اهو، بس بنبعد المسافات وهندخلها الفرن وان شاء الله تستوي معانا، وهوريكم
شكلها بعد التسوية حاجة جميلة قوي. بس عايز أوريكم بعد ما عملنا الكبيرة شكلها عامل إزاي في التقديم، كمان شكلها حلو قوي وبتطلع روعة، أما تبرد بتبقى مقرمشة يعني بجد، حاجة حلوة قوي يا جماعة هتعجبكم وفي منتهى الجمال، وطبعا مش مكلفة قوي، وشايفين الكمية اللي احنا عملناها قد ايه. معلش اهو تمام كده، تمام اهو اخر واحدة، شايفين المسافات قد ايه بين كل واحدة والتانية. هنحط دي وبعدين نوريكم بس طبق من اللي احنا غارفينهم بعد ما تستيوا معانا. بنسويه على درجة حرارة ايه؟ 180-190، ما بنزودش درجة الحرارة. ده الكبير، رش عليه رشة من الكاكاو، رشوا عليه رشة من السكر الباودر، ما ترشوش حاجة خالص، بس بصراحة حاجة تحفة. شايفه يا ياسر؟ بجد جربوه، لما نيجي ناكله هتلاقوه مش مقرمش لدرجة انه مقرمش، دايب، مقرمش ودايب، حاجة كده جميلة قوي، يا رب تجربوها. تمام كده خلصنا وعملنا مع بعض صنفين من الحلو علشان تقدروا تستوعبوا وتكتبوا المقادير بتاعتها بمنتهى البساطة، ما فيش حاجة تعصلك معاكم. وعملنا الكوكس بكل تفاصيله، وعملناه كمان أبيض، وعملناه بني بنفس المقادير، من نفس المقادير، ما عملناش أي حاجة من وراكم. يا رب كده تستمتعوا بالحاجات اللي احنا عاملينها. بعد الفاصل هنوريكم بقى إن شاء الله، هناخد كده ندخل ده بقى الفرن أهو قبل ما نعمل أي حاجة. تمام كده الفرن اهو، الحاجات بعد ما حطينا اهو يا ياسر، هنعمل ايه بقى؟ هناخد اهو تمام، هنقفل عليه، بياخد له بالظبط كده حوالي 18 دقيقة، ربع ساعة في الفرن على درجة حرارة 190 زي ما قلت لكم. ان شاء الله يطلع معانا وتشوفوه ويبقى زي الفل. عشان كده هستأذنكم اخد فاصل، بعد الفاصل هنوريك كل الحاجات اللي عملناها. يا رب تكونوا مستمتعين معانا زي ما انا بستمتع بيكم، خليكم معانا لبعد الفاصل.